فرح علاء صلاح، 23 سنة، محامية. ارتباطي جه بعيلتي وحبي للكورة، الاثنين مع بعض. يعني أنا بحب الكورة جدا، في نفس الوقت عيلتي أبا عن جد في النادي الأهلي، فكانت علاقتي بالنادي كده، إن إحنا عيلة وكورة الاثنين مع بعض. نشأتي في النادي جت في ثلاث حاجات، ان انا كنت على طول مقيمه في النادي، بخلص المدرسه وارجع النادي، لعبت شويه هاندبول، وعيلتي على طول مقيمه في النادي، بابا وماما وكلنا، يعني العيله كلها في النادي. الكوره كلها تقريبا بحب اتفرج عليها، يا اما في الاستاد يا اما هنا، بحب قعده النادي. ما يعني انا بالنسبه لي الخروجه كلها النادي، النادي ده المكان اللي انا عايشه فيه، مش اكتر من بيتي، ده بيتي الاول مش التاني. ذكرياتي النادي الأهلي كتير قوي، يعني أنا من وأنا صغيرة عايشة في النادي، فالنادي الأهلي ده ذكريات. أنا مفيش حاجة في حياتي مش مرتبطة بالنادي، يعني أنا كل لحظة حلوة بالنسبة لي كانت النادي الأهلي، في الماتشات الكورة، في أحداث عائلية، في نجاحي، في الدراسة. يعني أنا عرفت نتيجة الثانوية العامة في النادي، وفي رمضان كنا بنفطر هنا وفي النادي. لما عرفت نتيجتي في الكلية كنت في النادي 4 سنين. خدت الابتدائي واعدادي برضو نفس الموضوع هنا. فالنادي بالنسبه لي هي اللحظات الحلوه كلها في النادي. ماتشات الكوره، ماتش صفاقس 2006 لما صد ابو تريكه حط الجون، يعني لحظاتي كلها حلوه في النادي. جول 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 جول، الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو تريكة. بكل تأكيد يفاجئ الجميع. أنا أول حاجة اتكرمت في النادي في تفوق دراسي في 2008 في 6 ابتدائي، أنا كنت جايبة مجموع كبير واتكرمت هنا في النادي. ماتشات الكورة بالنسبة لي دي بقى اللحظات اللي أنا كنت عايشاها وحاسة بيها، دي اللحظات السعيدة اللي أنا بحس. يعني أنا مفيش ماتش الأهلي ما رحتوش، أول ماتش روحته كان الأهلي والنجم الساحلي 2005 استاد الكلية الحربية 3-0. دي كانت أول مرة أخش الاستاد. بعديها من عمري ما هنسى ماتش 4-3 أهلي وزمالك نهائي كأس مصر، إحنا كنا مغلوبين 2-1، واحد في الاستاد جنبي قال لي قول يا رب، قلت له وأنا بعاير، كان لسه عندي 11 سنة، مش عارفة إيه اللي حصل لي ساعتها، قعدت أقول يا رب يا رب وأعيط. كانت أول مرة أعيط في ماتش كورة ولاقي ان احنا بناخد الكاس فرق جون و4-3، وراجعه مبسوطه واخش على جد ان احنا كسبنا. ماتش الصفاقس 2006 1-1، الماتش ده انا كنت فيه في الاستاد، رحت هناك واتفرجت على ماتش التونس هناك لوحدي، كان عندي ثقه ان احنا هنكسب ازاي ما اعرفش، بس كان عندي ثقه. ولما جه الجون انا فاكره انا كسرت البيت ساعتها، لان كنت اتفرج في البيت، كسرت البيت ساعتها من الفرحه. ابو تريكه بانطلاقه تنم عن لياقه، والرابع اهو، والرابع اهو، ولما هو اوبا، والرابع، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم، افتح يا سمسم. كنت فاكره ان انا فاكره ان انا كنت بسيب مدرستي في كاس العالم عشان اجي اتفرج على الماتشات، لما احنا كنا كاس العالم وخدنا 3 عالم. لما الاهلي في ماتش الترجي هناك 2023/9/2017، لما الاهلي كان بيلعب في تونس وعلي معلول ساعتها، انا فاكره الجون ده، علي معلول اصلا بيلعب باك شمال، راح باك يمين وجاب جونين، وساعتها كسبنا. احنا كنا في الماتش اللي هنا في مصر وكنا خايفين جدا. مش هنسى لما احنا في ماتش الاهلي والزمالك هنا اخر واحد في السوبر، لما كان في جماهير، انا كنت رايحه خايفه جدا مرعوبه، الاهلي هيكسب؟ لا مش هيكسب، اصل المدرب جديد، والاقي ان الاهلي خد كسبنا، وكان احلى ماتش حضرته. ماتش الجونه، ماتش حسم الدوري السنه اللي فاتت، انا سافرنا الجونه ورحت هناك والجد جاب الجون الاول، وانت قاعده في وسط ناس والارض مش ارضك، او يعني جماهير مش جماهيرك، انت قاعده، لا انت بتقومي وبتشجعي والعب يا اهلي، وتنسي نفسك لحد ما تكسري ان انت تكسبي 2-1، وده يبقى الماتش الحاسم اللي يبتدي بعد سلسله انتصارات تاخدي بيها الدوري، اصعب دوري في مصر او اصعب دوري جه في التاريخ الاهلي لحد دلوقتي.
انا بالنسبه لي الكوره مش مجرد لعبه او ماتش بتفرج عليه، لا انا الاهلي بالنسبه لي انا لحظاتي الممتعه ان انا اتفرج على كوره، ان انا اتفرج على الاهلي. حتى انا مش هنسى ماتش سان داونز لما خسرنا 5، انا روحت عيطت. الماتش ده ما شفتوش، كان عندي مشكله وروحت عيطت. الاهلي لا، الاهلي بالنسبه لي احسن حاجه بتحصل ان انت تتفرجي على ماتش كوره وتلاقي لا انت هتبقي انت عندك ثقه احنا نكسب في اخر دقيقه. انا عندي 23 سنه، الشباب ما بقالوش تواجد في النادي غير بعد في اخر سنتين. يعني كان في تواجد قبل كده بس من اخر سنتين لا، احنا الشباب هو اللي بيعمل تقريبا كل الايفنتات. عندك الدوره الرمضانيه الحمد لله انا بشارك فيها بقالي 4 سنين، سنتين اللي فاتوا والسنتين اللي قبل كده كنت بشارك فيها برضو. وكنت بالذات ماسكه الفرق بتاعه 2005 من بدايه القطاع بتاع 2005، فدي كانت اول حاجه اشتغلت فيها في النادي. بعدين بطولات النادي لما جه البطولات الافريقيه، انا في الليسانس كان عندي الليسانس في سنه رابعه المفروض كنت قاعده اذاكر، كنت بسيبها وباجي اقعد هنا الاربع شهور. ان احنا الاهلي يعني الاهلي علمنا ان احنا لما بنحتاجه بنلاقيه، فلما يحتاجنا ان هو ان احنا ننظم ايفنت او ننظم حاجه دي بالنسبه لنا احنا ما بناخدش فلوس ما بناخدش حاجه، بس دي بتبقى حياتنا. دي الايفنتات دي احنا اللي كنا بنشوف فيها، هي علمتنا ازاي نشتغل. يعني انا الايفنتات دي علمتني دلوقتي ان في شغلي ان انا اتعامل مع الناس، اكتسبت خبرات مع الناس اللي انا كنت شغاله معاهم، اتعلمت ازاي شغل. الكلام ده كله نفعني بعد كده في حياتي العمليه في شغلي كمحاميه او كشغل تاني، كنت بعرف اتكلم. الدورات الرمضانيه دي اساس رمضان عندي. يعني احنا رمضان بالنسبه لي الدوره الرمضانيه، الاهلي هيعمل دوره عائله الاهلي، لا طب احنا بقى نبتدي نحضر، هنفطر في النادي، هننزل باصحابنا بيجوا يفطروا معانا، بنيجي نفطر، بيبقى في يوم فطار جماعي بنفطر فيه كلنا في النادي. ده بجانب بقى ايام الدوره الرمضانيه سواء هنا في الجزيره او في مدينه نصر او في الشيخ زايد، فدي بتبقى احسن حاجه. مش هنسى البطولات الافريقيه وازاي احنا كنا بننظم وبنصحى من 7 الصبح لحد 12 بالليل عشان لو في شوط زياده. طب احنا النهارده عندنا مراسم، الكواليس ازاي هنخش طابور العرض وهنعمل ايه، الناس مثلا بره في الحفله احنا عايزين نبقى مبسوطين، عايزين نطلع نبص معاهم، لا احنا لازم نلتزم ان احنا جوه النادي الاهلي وعندنا شغل هنطلع نأدي بره. اصحابي في البطولات عموما، اصحابي في عيلة الاهلي، بنفطر كل يوم في رمضان في ايام الدوره. كلامك بقى مع الشباب، وانت تخيل بقى ان احنا كبنات، ومش انا بس اللي اشتغلت في دوره رمضانيه، كذا بنت اشتغلت كدوره رمضانيه للشباب وتعاملت مع الشباب، وبنتعامل ان احنا دي الدوره الرمضانيه بتاعت عيله الاهلي. انت بتعمل مراسم، انت شايف، انت بتتفرج على كوره، وده نابع من حبي للكوره ونابع ان انا بحب الكوره جدا. فالدوره الرمضانيه بالنسبه لي دي بتبقى حاجه على جنب. البطولات بتاعت النادي، اللايحه، كلكم بقى واللايحه دي كوم، احنا بنكتب تاريخ النادي الاهلي. يعني انا مش هنسى كان في مؤتمر توعيه في باللايحه هنا في النادي، ومجلس الاداره بيحط الاسماء والاقي اسمي ورا فرح علاء. يعني دي كانت بالنسبه لي انا عيطت من كتر ان انا شايفه اسمي، ان انا مجهودي، ان انا سايبه حياتي وقاعدين. احنا النادي الاهلي احنا مش بنمن عليه، ده واجبنا ناحيه النادي الاهلي، واجبنا ناحيه ان احنا نبقى احنا افراد النادي الاهلي. احنا الاهلي ده مش كلمه او شعار او لون بنشجعه، لا الاهلي ده حياه. الاهلي ده علمنا ان احنا لما يبقى عندنا هدف هنوصل له مهما كان. احنا يعني هنكسب، الاهلي هيكسب النهارده، عندنا بطوله هنكسب، الاهلي عندنا ايفنت لازم يطلع احسن حاجه. تنظيم احتفالات اللجنه الرابعه احنا عرفنا قبلها ب 48 ساعه لازم يطلع زي هو، يعني زي ما الكتاب بيقول، لا هنعمله. عندنا بطولات افريقيه لازم الاهلي يبقى رقم واحد، عشان هو رقم واحد في كل حاجه لازم يبقى رقم واحد في التنظيم. حاضر هنعمله. اللايحه انا مش هنسى، يعني من ضمن اللحظات اللي انا مش قادره انساها لما جه قالوا ان احنا كملنا العدد، وان العدد وصل العدد المسموح بيه لتطبيق اللائحه،
ساعتها انا حسيت ان انا كتبت تاريخ النادي. يعني اي حد شارك في كتابه اللائحه او في اي ايفنت في النادي هو شارك في كتابه التاريخ. هو الاهلي اللي رفعه مش هو اللي رفع الاهلي. كابتن محمود الخطيب ده يعني بالنسبه لي اسطوره، الاسطوره بتاعتي. ابو تريكه طبعا، لان احنا الجيل اللي طلع لقى ابو تريكه بيلعب كوره، فبدا مع ابو تريكه وكمل وشاف ابو تريكه وهو بيعتزل. ف يعني انا الخطيب وابو تريكه بالنسبه لي كابتن محمود الخطيب طبعا لا هو اسطوره. يعني الراجل الكابتن محمود احنا بنشوفه، انا شفتوش ما عصرتوش وهو بيلعب، بس انا كنت مبسوطه ان جالي الشرف ان انا بس اتعامل معاه في ايفنت او في حاجه تبع اللجنه او تبع اللائحه او بطوله، اني اشوفه اني اتعامل معاه. دي كانت بالنسبه لي حاجه يعني لا عمري يعني احساس ما يتوصفش. عيلتي الاهلي هي عيله، هي عيلتي الثانيه. يعني عيلتي بعد بابايا ومامتي واخواتي هي عيلتي الثانيه، هي العيله اللي احنا بنرجع لها. احنا لينا في يوم لازم نفطر فيه مع بعض في رمضان، في ايام بنخرج فيها سوا، لما حد بيبقى عنده مشكله بنساعده ان هو يحلها، لو حد عنده فرح لازم كلنا نبقى وراه سبورتد. عيله الاهلي هي لسه كنت بقول ان احنا في رمضان غير ان احنا بنفطر معظمنا في رمضان عشان بنخلص ونبقى نطلع على الملاعب نكمل الدوره الرمضانيه، بيبقى في يوم بنتجمع فيه كلنا من مختلف في الحتة يعني مناطق ونيجي نفطر هنا، وبيبقى طبعا يوم ضحك بس ان انت تتفرجي تقعدي تفتكري بقى ايه اللي بيحصل، بيبقى اوت اوف كنترول ان انت الضحك فيه وان انت بتتعرفي على ناس واصحابك واللي بقاله كتير ما بتشوفيهوش، نتكلم الاكل هم على طول احنا بنتكلم، لو في ماتش يا سلام بقى، احنا عندنا ماتش هنطلع كلنا نروح ماتش الاهلي، طب نتفرج على ماتش هنا في النادي. رسالتي لعيلة الأهلي ربنا يخليكوا لينا ويخلينا لبعض ويخليكوا ليا، ونفضل على طول متجمعين وبنحب بعض وواقفين جنب بعض في المحنة قبل الفرح. أنا عايزة أوجه رسالة شخصية، أنا بالنسبة لي في عيلة الأهلي في ناس كتير جدا عمري كنت أتوقع إن إحنا نبقى صحاب، دلوقتي هم بقوا أقرب ناس ليا وصحابي وبحبهم، ما اقدرش اعدي يوم غير واحنا بنتكلم. ربنا يخليكوا لينا ويخلينا لبعض، وبحب اشكر كل واحد سبب ان احنا بقينا عيله واحده، عيله النادي الاهلي.